السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. اليوم ان شاء الله محاضره جديده للصف السادس اعدادي. طلاب وصلنا صفحه 168، بعدنا نحل بيونس 7. طلاب تمرين جي مهم جدا جدا، دائما يجي بالامتحان الوزاري. زين شو يريد استاذ؟ ري رايت ذا سنتنسز، اعد كتابه الجمله. يوزنج باستخدام ذا فيوتشر، المستقبل ان ذا باست، المستقبل في الماضي. طلاب هذا فكرته شو تقول المستقبل في الماضي؟ اي فعل مساعد احوله من مضارع الى ماضي، اوكي؟ واي فعل رئيسي يكون مضارع على شرط. مضارع اذا بي اس او مجرد احوله من المضارع الى الماضي فقط، والبقيه الجمله كلها تنزل. نجي نمثله ونشوف. I'm going to learn Chinese، اوكي طلاب هاي اي ديسايدد، هاي من عنده ما عليكم بيه، هو لازم يكتبها هنا. زين الاي نزلته، الام ايش حولته؟ هاي الام اختصار، هاي ام هو هنا انا كاتبه باختصار، دير بالكم عليه. الاي ايش ياخذ بالماضي؟ ياخذ واز، والبقيه كلها نفس الجمله نزلت، حولت الفعل المساعد الى ماضي. زين نمبر 2، المثال هو حل لنا اياه. الاي تنزل، طلاب بما هنا عندنا نو، نو هنا فعل مضارع لازم احوله من مضارع الى ماضي، شو يصير؟ يصير نيو. ذا كورس ينزل، الول فعل مساعد احوله من ول الى ود، واكمل باقي الحل. زين نجي على الامثله اللي نريد نحلها. نمبر 1، she's يعني she is، هاي she's هاي اصلها she is، انزل الشي. زين استاذ هاي الشي هاي هو منطيكم اياها، هاي هو تنزل مثل ما هي، ما بيها اي تغيير. انزل الشي، ال is احوله الى يا زمن الى ماضي صار was، والبقيه ايش بيه؟ ينزل مثل ما هو بدون تغيير. نمبر 2، he's ايضا عندي he is going to be a librarian. انا هي ديسايدد، هاي ما عليه بيه، هو معطينا اياها. شنو الفاعل؟ هي ينزل، الاز حوله بالماضي واز، والبقيه ينزل نفسه. طلاب هذا الموضوع مهم. نمبر 3، حسن هنا أنا عندي ثينكس فعل رئيسي بزمن المضارع، انزل حسن. الثينكس شنو الماضي مالته؟ ثوت. الهي ينزل، ول فعل مساعد لازم احوله يا زمن للماضي يصير ود. Enjoy a career in graphic design، والبقيه كلها ينزل. استاذ ليش ما جاي الترجم؟ طلاب الترجمه هنا مو مهم، المهم تعرف شلون تحل. شنو الفائده تعرف الترجمه تعرف تحل؟ زين. عمار will be working late so I won't call him early in the morning. قلنا طلاب اي فعل حول ماضي. I in you عمار، هاي كلها تنزل عمار. ال will طلاب شو حوله يا زمن؟ حوله would. ليش حولته من مضارع الى ماضي؟ بي وركينج ليت سو، طلاب هنا عندنا هاي وونت، دير بالكم عليها. وونت اذا اريد احولها ماضي لازم تصير ودنت، اوكي؟ لكن بما انه الجمله ماضي فلازم من اريد انفي اجيب فعل مساعد من يمي. زين جبت انا ديدنت، ليش؟ لان اذا ماكو فعل مساعد بالجمله اجيب من يمي فعل مساعد وهو ديدنت كول، واكمل باقي الجمله مثل ما هي. نمبر 5، The internet connection will be working again soon. الاتصال بالنت سوف يكون يعمل قريبا، سيعمل قريبا. زين هذا الكلام هو منطيني اياه انزله. The internet connection هذا كله فاعل، ما عليه بينزل. هنا ايش عندي طلاب؟ عندي will، حولت ال will من مضارع الى ماضي صار would، والبقيه ينزل مثل ما هو. زين نمبر 6، they تنزل. كانت شنو الماضي مالته؟ كودنت كام، والبقيه كلها تنزل. زين هنا ايش عندي؟ عندي ذي ار، هي اختصارها ايش مكتوب؟ ذير، بينما هاي اصلها، اوكي طلاب؟ ار اي اصلها ار. ذير الذي تنزل، زين الار شو احولها بالماضي؟ احولها وير، والبقيه في الحل كله ينزل، ما اغير شيء. نمبر 7 والاخيره، ام استاذ هاي اصلها كلمتين طلاب. اي ام هذا الام، اوكي؟ الاي ينزل، الام شلون احوله ماضي؟ يصير واز، والبقيه ايش بيه؟ ينزل. زين هيلث كلاب ينزل، هيلث كلاب هنا انا شكو طلاب؟ اكو از فعل مساعد ويا زمن مضارع، شلون احوله ماضي؟ يصير واز. واضح طلاب؟ طلاب الموضوع مهم جدا جدا. نكمل طلاب. طلاب صفحه 169 ما بيها اي حل. وصلنا صفحة 170 لسنتين الدرس العاشر. read the text اقرأ الناس on page في صفحة 71 في صفحة 71 of the student's book من كتاب الطالب. decide if the
if these statements are true وقرر هل هذه الجمل true or false هل هي صح أم خطأ. Number one, هذا الطلاب قطعة المكتبة. The writer الكاتب wants you read to find and يجد a job وظيفة in his country. الكاتب يريد أن يجد وظيفة في بلده. الجواب false. Library في المكتبة. The writer الكاتب can learn يستطيع أن يتعلم how to apply كيف يقدم أو يتقدم for jobs كيف يقدم على الوظائف. الجواب true صح. Number three, the writer الكاتب كان يستطيع بارو يستقرض DVDs أقراص CD يعني from the library من المكتبة. الجواب true نعم يستطيع. Number four, he هو reads يقرأ newspapers الجرائد at the library في المكتبة to find out ليستكشف ليعلم what is happening ماذا حدث in the world في العالم. الجواب false لا هو كان يدور على عمل زين. Number five, he has already applied to some companies هو بالفعل قدم إلى بعض الشركات. الجواب false هو ما قدم على أي شركة زين. البي, what do these words mean in the text? Circle the correct answer. الطلاب هنا معطينا كلمات نعطيهم مرادفات. Number one, astounded معناتها مندهش. إذا شنو الجواب؟ Surprised مندهش. Number two, body language لغة الجسد. الجواب how you sit and move كيف أنت تجلس وتتحرك. Number three, appropriately مناسب in the correct way في الطريقة الصحيحة. Number four, since منذ أو لسبب. الجواب because. Number five, pay off. الجواب B, bring the right result تحصل على نتائج جيدة. Pay off مثمر نتائج جيدة. أوكي طلاب كملنا صفحة 170 عندنا صفحة 171 والأخيرة C, complete the sentences أكمل هذه الجمل about the text عن النص. The author الكاتب enjoyed استمتع his job في عمله for a while لفترة. However على كل حال he decided هو قرر it wasn't بأنها لم تكن what he wanted بأنها لم تكن أو لم يكن الشيء الذي يريد أن يفعله for the rest of his life لبقية حياته. قال مو هذا الشيء اللي أريده أنا. Number two, at the library في المكتبة you can get information تستطيع أن تحصل على معلومات about looking for أو تبحث عن a job عن وظيفة such as مثل the skills المهارات all or qualifications أو المؤهلات you need التي تحتاجها to do لتفعل the job الوظيفة or how to find vacancies أو كيف تجد وظائف شاغرة. Number three, the library المكتبة has information فيها معلومات about language tests عن اختبارات اللغة. It also إنها كذلك practice books كتب تطبيقية to help you لكي تساعدك prepare تتحضر تتهيأ for examination للامتحانات. طلاب لهنا كملنا يونت 7 نتوقف وإن شاء الله نلتقيكم المحاضرة الجاية. اعذرونا في حال وجود تقصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.